إذاعة أسنى. هذا صوتكم، صوت إذاعة أسنى. صوت الأريتريين في كل مكان، صوت النضال من أجل الحق والسلام والديمقراطية والأمان. يأتيكم صوت أسنى كل جمعة في 8 مساء عبر الأثير، ويمكن لمستمعينا في أريتريا والمنطقة المجاورة يأتيكم الإرسال على الموجة القصيرة 19 متر باند، وبذبذبة مقدارها 15245 كيلو هيرتز. ويتابع صوت أسنى الإريتريين في الداخل والخارج عبر شبكة الإنترنت، حيث تبث البرامج على مدار الساعة، وذلك بالدخول على موقع الشبكة asanna.com. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. أعزائنا مستمعي إذاعة صوت أسنى في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقائنا المتجدد الذي يأتيكم كل جمعة. نبدأ هذه الفترة كالعادة بالأخبار، ثم يلي ذلك التعليق على الأخبار، وتعليقنا اليوم يقودنا إلى التطورات المتلاحقة فيما يخص مشكلة الاتجار بالبشر، والتي أغلب ضحاياها من الإريتريين الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت ليلاحقهم الموت في الطريق. بعد ذلك سنقدم لكم موضوعا مختارا ضمن مواضيع مختارة من تفاعلات الإريتريين في الهم الوطني. نتمنى أن تقضوا معنا أوقات طيبة عبر فقرات برامجنا لهذه الفترة. مستمعي إذاعة أسنى، طابت أوقاتكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. نبدأها بالموجز. أصوات سويدية تدعو إلى حماية الأريتريين في السويد من ابتزاز الحكومة الأريترية. اعترافات قضائية لأحد متهمي الاتجار بالبشر وتورط أفراد من القوات النظامية. قانون جديد لتنظيم اللجوء في السودان، وسيمينار إقليمي لتجارة البشر. الكشف عن قيام إسرائيل بإعادة نحو 1000 سوداني إلى بلادهم بطريقة سرية ومن دون ضمانات لحياتهم. السلطات المصرية تتمكن من العثور على 7 أريتريين مختطفين بالسويس. وإليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة أسنى. أورد مركز غاش بركة للمعلومات أن كل من البرلماني السويدي من الحزب الليبرالي فريدريك مالم ولايس بيرك رئيس منظمة حقوق الإنسان والعفو السويدية دعا إلى وقف دفع ضريبة 2% المفروضة على الأريتريين في السويس في السويد للنظام الحاكم في أريتريا، وقال ضمن الضغط على الحكومة السويدية بالمطالبة لوقف دفع الضريبة القسرية للنظام الدكتاتوري في أريتريا أن الأريتريين في الخارج ولعقدين من الزمان وخاصة في السويد قد أجبروا على دفع هذه الضريبة من دخلهم السنوي، وأعربا عن استنكارهما وأن السلطات السويدية لم تمنع السفارة الأريترية من جمع هذه الضريبة القسرية على عكس معظم الدول الأوروبية، بالرغم من الطلبات التي تقدم بها الأريتريين في السويد والناشطين السياسيين والحقوقيين. وقال السيد فريدريك مالم منذ فترة طويلة: وأنا أطلب من الحكومة والخارجية السويدية إيقاف هذا الابتزاز الذي تمارسه السفارة الأريترية على المواطنين، ألا أنهما لم يفعل شيئا أكثر من الاختباء وراء التحقيقات الطويلة دون فائدة، وصفا الأسلوب الذي تتبعه الحكومة الأريترية
بأنه أشبه بأساليب عصابات المافيا. ذكر موقع عدوليس من مدينة كسل السودانية أنه في خطوة مهمة على صعيد الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر، سجل أحد المتهمين في جريمة اختطاف شاب في كسل وتهريبه إلى سيناء اعترافا قضائيا أمام المحكمة أمس الأول عن استدراجه للشاب إلى قرية من قرى الرشايدة وتسليمه لفردين من القوات النظامية نظير مبلغ مالي، حيث تم بيعه وتهريبه إلى سيناء بواسطة الرشايدة. وأفاد ذوي المختطف وهو ينتمي إلى أحد قبائل شرق السودان أن أفراد العصابة اتصلوا بهم من سيناء طالبين فدية مقدارها 250 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 50,000 دولار أمريكي لإطلاق سراحه. وتوصل ذويه إلى اسم المتهم الأول من خلال المحادثة الهاتفية الوحيدة التي تلقوها من ابنهم من سيناء، وأضافوا أنهم أبلغوا الشرطة باسم المتهم وهو من الوسطاء المعروفين في جرائم الاتجار بالبشر. وأفادت المصادر أن المتهمين الثاني والثالث ينتميان إلى القوات النظامية بكسلة، وقد تم توقيفهما على ذمة التحقيق بناء على إفادات المتهم الأول. وذكر أحد ضباط الشرطة أن شبكات الاتجار بالبشر بلغت درجة عالية من التطور وتستخدم شبكات اتصالات خاصة مما يصعب الوصول إليها عن طريق رصد المكالمات الهاتفية. أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني في اجتماعه أمس الخميس الماضي مشروع قانون تنظيم اللجوء لعام 2013، فيما اتفق السودان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على عقد سيمينار إقليمي بمشاركة كل من ليبيا وأثيوبيا وأريتريا ومصر بجانب السودان لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر. وذكرت وكالة سونا أن مشروع قانون تنظيم اللجوء الذي قدمه وزير الدولة بالداخلية السوداني بابكر أحمد دقنة نص على حقوق وواجبات اللاجئين استنادا على المواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها السودان، إضافة إلى إنشاء معتمدية للاجئين واختصاصاتها بجانب تعيين المعتمد والسلطات المخولة له. وأكد قطاع الحكم والإدارة على السمات العامة لمشروع القانون، مشيرا إلى مواكبته للتطورات المحلية وتماشيه مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين التي كان قد صادق عليها السودان. فيما اتفق السودان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على عقد سيمينار إقليمي بمشاركة كل من ليبيا وأثيوبيا وأريتريا ومصر بجانب السودان لمناقشة ظاهرة الاتجار ببشر ووضع السبل الكفيلة بمحاربتها لتأثيرها على أمن هذه الدول. وكشف حمد الجزولي معتمد شؤون اللاجئين بالسودان في تصريح للاس ام سي عن تنسيق مع السلطات المختصة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر بجانب التنسيق مع ولايتي كسلة والقدارف، مضيفا إلى أن هناك اتجاه إلى إقامة معسكر للفحص القانوني على الحدود بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمحاصرة عصابات تجار البشر، وأشار إلى ضرورة دعم السلطات في المعسكرات في شرق السودان بوسائل الاتصالات والحركة. من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية السودانية عن مقترحات جديدة للحد من الاتجار بالبشر، بينها السعي لاستحداث نيابة مختصة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم الاتجار بالبشر بجانب إنشاء نقاط مراقبة حدودية بالتنسيق مع دول الجوار. ونبه اجتماع لهيئة إدارة الشرطة ترأسه وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد بمقر وزارته بالخرطوم يوم الأحد لأهمية بث رسائل توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والوجود الأجنبي غير القانوني، ودعا الاجتماع إلى ضرورة حماية اللاجئين بالمعسكرات منعا لاختطافهم وتسويقهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل بإعادة نحو 1000 سوداني إلى بلادهم بطريقة سرية ومن دون ضمانات لحياتهم، توجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيلية طالبة تفسيرات حول هذا الإجراء الخطير. وأوضحت المفوضية أنها كانت قد أبلغت إسرائيل بمذكرة رسمية في شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2008 بأنها لا تستطيع أن تطرد السودانيين الموجودين لديها وأن لا تعيدهم إلى السودان لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم. وأوضحت أن مثل هذه الخطوة ستشكل خرقا لميثاق اللاجئين الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها. وقد أعادت المفوضية تذكير إسرائيل بهذا الموقف في أكتوبر الماضي بعدما بدأت إسرائيل جس النبض لدى عدة دول أفريقية حول إمكانية طرد السودانيين إليها. وقد ردت إسرائيل في حينها بأنها تعيد فقط أولئك الذين يوافقون على مغادرة إسرائيل بإرادتهم. وقد أرسلت الأمم المتحدة وفدا لفحص هذه الحقيقة، فالتقى السودانيين في السجون وفي معسكرات التجمع التي يعيشون فيها، فوجدت أنهم ليسوا راضين عن طردهم بهذه الطريقة. وأبلغت إسرائيل بأن مخططها غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع المواثيق الدولية. وأوضحت أن السودان وإسرائيل هما دولتان متعاديتان، وأن أكثر من مسؤول سوداني كان قد أكد أن السوداني الذي يزور إسرائيل يعتبر خائنا وسيتعرض لحكم القضاء، وهذا يكفي لتهديد حياة كل سوداني يطرد من إسرائيل إلى الخطر. ومع ذلك تبين أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططها لطردهم وأنها اتفقت مع أحد الدول الإفريقية على إعادتهم إليها. ومن هناك يعود السودانيون إلى بلادهم. وفي أعقاب هذه الفضيحة تقدم حزب العمل الإسرائيلي إلى الكنيسة بمشروع قانون جديد يقضي باستيعاب اللاجئين السودانيين كمواطنين في إسرائيل بمعدل 2000 شخص في كل سنة، ومنح الآخرين تأشيرات مواطنة مؤقتة لهم توفر حق المعيشة والعمل في إسرائيل إلى حين أن تحل مشكلتهم. نجحت قوات حرس الحدود بخليج السويس من العثور على عدد 7 أرثيين بينهما سيدة بإحدى المناطق الجبلية كانوا قد تم اختطافهم من إحدى المعسكرات بدولة أريتريا من قبل أشخاص مجهولين. كانت قوات حرس الحدود بمنطقة خليج السويس قد تلقت إخطارا من وزارة الخارجية المصرية يفيد باختطاف عدد 7 من مواطني أريتريا بينهم سيدة منذ 22 يوما، وتم نقلهم إلى إحدى المناطق الجبلية بخليج السويس بعد المعلومات التي أكدت ذلك. وعلى الفور قامت قوات حرس الحدود بتمشيط الأماكن الجبلية بطول وعرض الخليج، كما تم وضع مراقبة صارمة على مراكب الصيد والأماكن المعروفة التي يستخدمها المهربون. اكتشفت إحدى الدوريات عن وجود أشياء غريبة بإحدى المناطق الجبلية، وتم إعداد القوات والمعدات ومداهمة المنطقة، حيث تم العثور على المختطفين 7 مقيدي الأيدي والأرجل. تم التحفظ عليهم بعد تحريرهم واختيار الجهات المسؤولة بنجاح المهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحالتهم إلى النيابة تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم عن طريق سفارتهم والخارجية المصرية. وقل لهم يحمي
Thank you.
التعليق على الأخبار يقودنا اليوم إلى التطورات المتلاحقة فيما يختص مشكلة الاتجار بالبشر، والتي أغلب ضحاياها من الأرتريين الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت ليلاحقهم الموت في الطريق قبل أن يصلوا إلى بر الأمان الذي يأملون فيه الاستقرار والسلام. فمن الملاحظ أن العديد من الدوائر الدولية والإقليمية بدأت تتساءل، أو على الأحرى تحاول أن تصل إلى طريقة ما لوقف هذا النزيف الدامي الذي بدأت هذه الدوائر تخجل منه، وهي في عصر اعتبرت فيه كرامة الإنسان وقيمته تأخذ تدريجيا المرتبة الأولى ضمن الاهتمامات العالمية، على الأقل في مستوى الحديث عن حقوق الإنسان والتشدق بها، في الوقت الذي لا يقابل ذلك تحركا جادا في طريق التطبيق الفعلي لهذه المفاهيم إلا ما ندر منها كتطورات الأحداث في سوريا وقبلها في ليبيا، مما يؤكد أن سياسات الكيل بمكيالين لا زالت مسيطرة على الإرادة الدولية. وهكذا نجد أن الأمم المتحدة وخاصة المفوضية الخاصة باللاجئين في السودان يبدو أنها تلقت تشجيعا من نوع ما، حيث بدأت تهتم بشكل ملحوظ بقضية الاتجار بالبشر، ونرى أنها حركت معها النظام السوداني مؤخرا، والذي يعتبر الصديق المقرب من النظام في أسمرة الذي هو منشأ المشكلة برمتها والمتسبب فيها أصلا. وقد أوردنا متابعتنا لهذه المشكلة بالذات عبر إذاعاتنا العديد من تطوراتها ومستجداتها، وخاصة المقابلات التلفونية المباشرة والصور الحية والكتابات، وأيضا نقل الصورة من كل جوانبها وما يتعلق بها. وضمن هذا السياق عرضنا إليكم جملة من الأخبار المرتبطة بها، مثل أخبار السودان ومصر وإسرائيل الواردة في صدر النشرة عن الدعوة المقدمة لعقد سيمينار إقليمي لمناقشة مشكلة الاتجار بالبشر. أولا، أن نظام هيكدف وزعيمه إسياس أفورقي قد أفرغوا البلاد من أبسط معاني الحياة من كرامة وإنسانية وأمل ومستقبل حين تحكموا بالجبروت والاضطهاد على الشعب الأرتري، ونزعوا منه إنسانيته من خلال القتل والسجن والإرهاب وكل أنواع الظلم والإجبار، مما جعل الناس تنظر إلى الخروج من جحيم الهيكدف إلى أحضان المخاطر والضياع والموت في الصحاري وتجارة البشر لا فرق بينهما مع المذبوح وفاقد الأمل، فإنه في الحالتين نفس الموت. لكن طبعا أنه من المنطقي والمتعارف عليه بين البشر جمعاء هو أن الإنسان لا يمكنه تحقيق حريته ما لم يطلبها لذاتها، وذلك باتخاذ الفعل الكفيل بتحقيقها، وهو العمل والنضال والتضحية. من هنا نستطيع أن نقول أن إزالة هذا النظام الجائر هو الكفيل بإنهاء كل المعاناة وكل الظلم، وهذا ما يقوم به كل شرفاء وكل من لديه ذرة إنسانية، أو كل من ينتمي إلى هذا الشعب المغلوب على أمره. عليه الكل يجب أن يفعلوا ما يستطيع لهزيمة هذا النظام الجائر، كما فعل مؤخرا الشهيد إدريس علي حجاي ورفاقه في حركة 21 يناير، وكما فعل من قبله كل الشرفاء والمناضلين في كل المواقع في الداخل والخارج من أبناء الشعب الأرتري الذي عرف عنه تقديم التضحيات الجسام من قبل. ثانيا، أن نظام الهيكدف أصلا مشارك في عمليات الاتجار بالبشر من الأرتريين بشكل فعلي عبر جنرالاته وأفراد منه أفراد أمنه وسفارته، وأن معظم التسهيلات تبدأ لهذه الرحلة المشؤومة من قلب العاصمة أسمرة،
وأن المنتفعين منها أولا وأخيرا هم حماة النظام ومن سخر لهم الإمكانية للاستفادة من الأموال التي تدرها عليهم. وقد أكد ذلك العديد من الذين مروا بالتجربة الخطيرة ممن حالفهم الحظ للبقاء في الحياة. وهذا أيضا ليس اتهاما جزافي، بل أن النظام نفسه لم ينكر ذلك. وطبعا سيتضح في القريب العاجل أن النظام سيرفض المشاركة في السيمينار الذي دعت إليه مفوضية اللاجئين لبحث مسألة اللجوء وقضية الاتجار بالبشر المقرر تنظيمه قريبا، وتشارك فيه أيضا دول مثل السودان ومصر وأثيوبيا وليبيا. بالتأكيد أن نظام الهجدف سيغيب عنه تهربا من جرائمه، وهو المتسبب فيها أولا وأخيرا. ومن هنا أيضا نستطيع أن نقول للعديد من الجهات الدولية والإقليمية: كفى الكيل بمكيالين، وعليكم أن تواجهوا الحقيقة علنا بإدانة النظام في أسمرة، والعمل على مساعدة ودعم الشعب الأرثي في استعاد حقوقه التي تمليها عليكم المواثيق الدولية ويحض عليها شرف الانتماء الإنساني. Tum, 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 tum.
زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايد الله يهو إيتت أزم وعبايد الله يهو إيتت أزم انت ترفع مكارب وانت ترفع أكبر انت ترفع مكارب وانت ترفع أكبر شعب لي داني يدو فتح لي دي والمرا وحدة موز العقبة وشعب لك بقارة المسلمون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم اليوم مقالا لأحد الكتاب الإرتريين ضمن المواضيع المختارة التي رأينا أن نقدمها لكم من أجل الإطلاع أو من باب الوقوف على مشاركات الإرتريين في التعبير عن هموم الوطن. وإذا نقدم إليكم هذه المختارات والتي تتماشى مع قضية الاتجاه بالبشر التي أفردنا لها التعليق السابق، لا يعني بالضرورة أننا نتبناها أو نشارك أصحابها نفس الرؤى أو الفكرة، بل أن نعتبر ذلك مساحة للكل. وإليكم اليوم مقالنا كتبه أحد الأخوة من المهتمين بقضايا شعبهم، وهو أيضا يعتبر من الكتاب الإريتريين في المواقع الإلكترونية، وهو الأخ محمد رمضان. والمقال منشور في عدة مواقع تحت عنوان ماذا عن قبائل الرشائدة في إريتريا المستقبل؟ وهنا ننقل إليكم الجزء الأول. يقول كاتب المقال الأستاذ محمد رمضان إن الرابط الإنساني لدى المجتمعات هو الذي يشكل حلقة الوصل وأساس التعايش، وهي الأرضية التي تشكلت عليها المجتمعات في كل العصور والأزمنة. وتثبيتاً للتعايش تتفق المجتمعات فيما بينها على مراعاة مصالحها وحماية مكتسباتها والمحافظة على أمنها ومواجهة المهددات التي تواجهها مجتمعا، ومن ثم تضع لنفسها النظم والقوانين لتنظيم حياتها ولتفصل فيما ينشأ بينها من نزاع وخلاف. ولا يعني ذلك التطابق في الرؤى أو الفكر أو الدين، لكنها بالمحصلة يكون انتمائها واحد ومصيرها واحد ومصالحها واحدة. ولهذا ينطبق تعريف كلمة الشعب باعتبارها أعلى درجات النسب لأي مكون بشري يسكن رقعة جغرافية واحدة ويتسق مع كل ما ذكر عليه. فتناوله لقبيلة الرشايدة التي ساهمت بشكل واضح وفعالية أكبر من رجالاتها في مجال الإتجار بأعضاء المواطن الإريتري الهارب من جحيم أفورقي، والعمل على استغلال ظروف اللجوء وغياب النظام في أثمرة عن حماية مواطنيه، وانشغال الحكومة السودانية بتثبيت نظام حكمها الذي يتعرض لهزات تكاد تعصف به في أي لحظة. فاستغلال هذه الظروف من قبائل الرشائدة مع ما يتملكونه من مال وانتشار تجعلنا نكتب بشكل صريح عن الرشائدة والعمل بكل وسيلة لردعها متى ما توفرت الفرصة لذلك، وأن نعمل جاهدين بتقليص نفوذها ومناقشة عيشهم معنا في إريتريا المستقبل بعد هذه الممارسات التي بدرت منهم تجاه شعبنا. وقبل طرحي لمجموعة تساؤلات أعرج للتعريف بتجارة الأعضاء البشرية التي اشتهرت قبائل الرشائدة بجعلها مصدرا للرزق على حساب شبابنا وأطفالنا بمعسكرات اللجوء في السودان أو على الحدود، حيث يتم اختطافهم في وضح النهار واستئصال الأعضاء منهم أو دفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم في مظهر يوصف بالتوحش والغرابة والابتزاز. ثم يحاول الكاتب تعريف تجارة الأعضاء البشرية فيقول عنها يقصد بتجارة الأعضاء البشرية أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية مثل الكلى والأنسجة والقرنية وغيرها،
وبالتالي تتحول هذه الأعضاء البشرية كسلعة موضوع بيع وشراء، وتنطبق عليها قاعدة العرض والطلب، وهي جريمة في عرف القانون الجنائي وكل الشرائع السماوية، وتمثل إهدارا وإهانة لكرامة الإنسان، وتتنافى مع الأخلاق والقيم. وقد صدرت عدة قوانين لمنعها ومحاربتها بشتى الوسائل والسبل، وتمثل الثالث أكبر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم بعد بيع المخدرات والأسلحة غير المشروعة. والإتجار في الأعضاء البشرية مثله مثل التجارة له مناطق استيراد، وهي الدول الفقيرة التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومناطق تصدير، وهي الدول الغنية المتطورة من الناحية العلمية والطبية. انتشرت هذه الظاهرة في الهند والصين ودول الاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن نشطت هذه التجارة بشكل مختلف ومخيف في مناطق شرق السودان، حيث معسكرات اللجوء وهشاشة الوضع الأمني بها ووجود قبائل الرشائدة صاحبة الخبرة في مجال التجارة غير المشروعة السائدة لديهم منذ القدم. وسر الاختلاف هو أنه يتم خطف الإريتريين من بيوتهم في معسكر الشجراب ومن أطراف مدينة كسلة، وعلى امتداد حدود البلدين بين إريتريا والسودان. وعمت هذه الظاهرة كل ولايات شرق السودان حيث يقيم الإريتريين، وهذا ما لم يحدث في أي بقعة في العالم وجدت فيه هذه الجريمة الشنعاء. هذا وتمتلك العصابة التي تمارس الخطف العربات طبية حديثة ومجهزة لممارسة الإتجار، وهي عالية التنظيم والسرية والدقة حسب إفادة مشرف معسكر الشجراب السيد خالد أبو. وقال السيد خالد بأن تعدد المعسكر كان قد بلغ 100,000 نسمة، وتبقى فقط 50,000 نسمة، ذاكرا بأن 9,500 نسمة تعرض منهم معظمهم لعملية الإتجار بالبشر. وذكر بأن 80 جثة وجدت في الحدود بين إريتريا والسودان ومصر خلال عام 2012 المنصرم. ويواصل الكاتب قائلا، وبتاريخ 22 من يناير لعام 2013 تعرض معسكر الشجراب لعملية خطف 8 فتيات إريتريات ليلا من بيوتهم، وفي صبيحة اليوم ذاته تم إفشال عملية اختطاف لطفل بالمعسكر ذاته. فقامت على إثر ذلك صدمات ومواجهات بين الرشائدة وسكان المعسكر، راح ضحيتهم مواطن إريتري. ولولا تدخل الجهات الرسمية السودانية بنشر وحدات من الجيش بالمعسكر لتعرض يومها الإريتريين للحرق والإبادة من قبل قبائل الرشائدة. وحسب إحصائية معتمدية اللاجئين بالسودان، فإنه بلغ عدد المخطوفين المقيدين لديها ب 500 فرد إريتري، وإن هنالك أفرادا وضباط متورطين مع الرشيدة في عمليات الاختطاف هذه بالإريتريين والسودانيين. ثم يختتم الأستاذ محمد رمضان مقاله بعدد من التساؤلات، يقول فيها: ما هو دور الحكومة السودانية في محاربة هذه الظاهرة؟ ودور المجلس الوطني الإريتري للتغيير والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ودور الحراك الشبابي في محاربة هذه الظاهرة؟ وغيرها من التساؤلات العديدة التي لم نضمها في نهاية المقال. طبعا نحن وإياكم سنكون على انتظار حتى أن يكمل كاتب المقال الأستاذ محمد رمضان، ونتعرف إلى إجاباته من الأسئلة التي وعدنا بالبحث عن إجابات لها. يا بلادي
احلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت بحلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت قبلك في الفيافي سلموا على الالم وانت قبلك في الفيافي سلموا على الالم في جبيني أغنيك وأخر باب عزتك في جبيني عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية يا انتي يا بلادي بلادي وطير وطير يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي وانت بحلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت بحلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت قبلك في الفيافي سلموا على الألم وانت قبلك في الفيافي على الألم أغني لك وبخر باك وعزتك في جبيني أغني لك وبخر باك وعزتك في جبيني شباب وابقوا عشرة على الوصية عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية قال يا انتي يا بلادي بلادي وخير وخير قال يا انتي يا بلادي بلادي قال يا إنتي يا بلادي بلادي خير وخير قال يا إنتي يا بلادي بلادي خير وخير يا بلادي يا بلادي يا بلادي وانت بحلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت بحلم بالغاكي لحقك بالحلم وانت قبلك في الفيافي سلموا على الألم وانت قبلك في الفيافي سلموا على الألم بغني لك وبخر باك وعزتك في جبيني بلادي الخير والخير يا بلادي
أورد مركز غاشبركة للمعلومات أن كل من البرلماني السويدي من الحزب الليبرالي فريدريك مالم ولايس بيرك رئيس منظمة حقوق الإنسان والعفو السويدية دعا إلى وقف دفع ضريبة 2% المفروضة على الأريتريين في السويس في السويد للنظام الحاكم في أريتريا، وقال ضمن الضغط على الحكومة السويدية بالمطالبة لوقف دفع الضريبة القسرية للنظام الدكتاتوري في أريتريا أن الأريتريين في الخارج ولعقدين من الزمان وخاصة في السويد قد أجبروا على دفع هذه الضريبة من دخلهم السنوي. وأعربا عن استنكارهما وأن السلطات السويدية لم تمنع السفارة الأريترية من جمع هذه الضريبة القسرية على عكس معظم الدول الأوروبية بالرغم من الطلبات التي تقدم بها الأريتريين في السويد والناشطين السياسيين والحقوقيين. وقال السيد فريدريك مالم منذ فترة طويلة وأنا أطلب من الحكومة والخارجية السويدية إيقاف هذا الابتزاز الذي تمارسه السفارة الأريترية على المواطنين ألا أنهما لم يفعلا شيئا أكثر من الاختباء وراء التحقيقات الطويلة دون فائدة، واصفا الأسلوب الذي تتبعه الحكومة الأريترية بأنه أشبه بأساليب عصابات المافيا. ذكر موقع عدوليس من مدينة كسل السودانية أنه في خطوة مهمة على صعيد الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر سجل أحد المتهمين في جريمة اختطاف شاب في كسل وتهريبه إلى سيناء اعترافا قضائيا أمام المحكمة أمس الأول عن استدراجه للشاب إلى قرية من قرى الرشايدة وتسليمه لفردين من القوات النظامية نظير مبلغ مالي حيث تم بيعه وتهريبه إلى سيناء بواسطة الرشايدة. وأفاد ذوي المختطف وهو ينتمي إلى أحد قبائل شرق السودان أن أفراد العصابة اتصلوا بهم من سيناء طالبين فدية مقدارها 250 مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 50,000 دولار أمريكي لإطلاق سراحه. وتوصل ذويه إلى اسم المتهم الأول من خلال المحادثة الهاتفية الوحيدة التي تلقوها من ابنهم من سيناء، وأضافوا أنهم أبلغوا الشرطة باسم المتهم وهو من الوسطاء المعروفين في جرائم الاتجار بالبشر. وأفادت المصادر أن المتهمين الثاني والثالث ينتميان إلى القوات النظامية بكسلة، وقد تم توقيفهما على ذمة التحقيق بناء على إفادات المتهم الأول. وذكر أحد ضباط الشرطة أن شبكات الاتجار بالبشر بلغت درجة عالية من التطور وتستخدم شبكات اتصالات خاصة مما يصعب الوصول إليها عن طريق رصد المكالمات الهاتفية. أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني في اجتماعه أمس الخميس الماضي مشروع قانون تنظيم اللجوء لعام 2013 فيما اتفق السودان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على عقد سمينار إقليمي بمشاركة كل من ليبيا وأثيوبيا وأريتريا ومصر بجانب السودان لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر. وذكرت وكالة سونا أن مشروع قانون تنظيم اللجوء الذي قدمه وزير الدولة بالداخلية السوداني بابكر أحمد دقنة نص على حقوق وواجبات اللاجئين استنادا على المواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها السودان، إضافة إلى إنشاء معتمدية للاجئين واختصاصاتها بجانب تعيين المعتمد والسلطات المخولة له. وأكد قطاع الحكم والإدارة على السمات العامة لمشروع القانون مشيرا إلى مواكبته للتطورات المحلية وتماشيه مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين التي كان قد صادق عليها السودان. فيما اتفق السودان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على عقد سمينار إقليمي بمشاركة كل من ليبيا وأثيوبيا وأريتريا ومصر بجانب السودان لمناقشة ظاهرة الاتجار ببشر ووضع السبل الكفيلة بمحاربتها لتأثيرها على أمن هذه الدول.
وكشف حمد الجزولي معتمد شؤون اللاجئين بالسودان في تصريح للاس ام سي عن تنسيق مع السلطات المختصة للحد من ظاهرات الاتجار بالبشر، بجانب التنسيق مع ولايتي كسلا والغدارف، مضيفا إلى أن هناك اتجاه إلى إقامة معسكر للفحص القانوني على الحدود بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمحاصرة عصابات تجار البشر، وأشار إلى ضرورة دعم السلطات في المعسكرات في شرق السودان بوسائل الاتصالات والحركة. من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية السودانية عن مقترحات جديدة للحد من الاتجار بالبشر، بينها السعي لاستحداث نيابة مختصة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، بجانب إنشاء نقاط مراقبة حدودية بالتنسيق مع دول الجوار. ونبه اجتماع لهيئة إدارة الشرطة ترأسه وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد بمقر وزارته بالخرطوم يوم الأحد لأهمية بث رسائل توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والوجود الأجنبي غير القانوني، ودعا الاجتماع إلى ضرورة حماية اللاجئين بالمعسكرات منعا لاختطافهم وتسويقهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر. في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل بإعادة نحو 1000 سوداني إلى بلادهم بطريقة سرية ومن دون ضمانات لحياتهم، توجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيلية طالبة تفسيرات حول هذا الإجراء الخطير. وأوضحت المفوضية أنها كانت قد أبلغت إسرائيل بمذكرة رسمية في شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2008 بأنها لا تستطيع أن تطرد السودانيين الموجودين لديها وأن لا تعيدهم إلى السودان، لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم. وأوضحت أن مثل هذه الخطوة ستشكل خرقا لميثاق اللاجئين الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها. وقد أعادت المفوضية تذكير إسرائيل بهذا الموقف في أكتوبر الماضي بعدما بدأت إسرائيل جس النبض لدى عدة دول أفريقية حول إمكانية طرد السودانيين إليها. وقد ردت إسرائيل في حينها بأنها تعيد فقط أولئك الذين يوافقون على مغادرة إسرائيل بإرادتهم. وقد أرسلت الأمم المتحدة وفدا لفحص هذه الحقيقة، فالتقى السودانيين في السجون وفي معسكرات التجمع التي يعيشون فيها، فوجدت أنهم ليسوا راضين عن طردهم بهذه الطريقة، وأبلغت إسرائيل بأن مخططها غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع المواثيق الدولية. وأوضحت أن السودان وإسرائيل هما دولتان متعاديتان، وأن أكثر من مسؤول سوداني كان قد أكد أن السوداني الذي يزور إسرائيل يعتبر خائنا وسيتعرض لحكم القضاء، وهذا يكفي لتهديد حياة كل سوداني يطرد من إسرائيل إلى الخطر. ومع ذلك تبين أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططها لطردهم، وأنها اتفقت مع أحد الدول الإفريقية على إعادتهم إليها. ومن هناك يعود السودانيون إلى بلادهم. وفي أعقاب هذه الفضيحة، تقدم حزب العمل الإسرائيلي إلى الكنيسة بمشروع قانون جديد يقضي باستيعاب اللاجئين السودانيين كمواطنين في إسرائيل بمعدل 2000 شخص في كل سنة، ومنح الآخرين تأشيرات مواطنة مؤقتة لهم توفر حق المعيشة والعمل في إسرائيل إلى حين أن تحل مشكلتهم. نجحت قوات حرس الحدود بخليج السويس من العثور على عدد 7 أرثيين، بينهما سيدة بإحدى المناطق الجبلية كانوا قد تم اختطافهم من إحدى المعسكرات بدولة أريتريا من قبل أشخاص مجهولين. كانت قوات حرس الحدود بمنطقة خليج السويس قد تلقت إخطارا من وزارة الخارجية المصرية يفيد باختطاف عدد 7 من مواطني أريتريا بينهم سيدة منذ 22 يوما، وتم نقلهم إلى إحدى المناطق الجبلية بخليج السويس بعد المعلومات التي أكدت ذلك. وعلى الفور قامت قوات حرس الحدود بتمشيط الأماكن الجبلية بطول وعرض الخليج، كما تم وضع مراقبة صارمة على مراكب الصيد والأماكن المعروفة التي يستخدمها المهربون. اكتشفت إحدى الدوريات عن وجود أشياء غريبة بإحدى المناطق الجبلية،
وتم إعداد القوات والمعدات ومداهمة المنطقة، حيث تم العثور على المختطفين السبعة مقيدي الأيدي والأرجل. تم التحفظ عليهم بعد تحليلهم واختيار الجهات المسؤولة بنجاح المهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحالتهم إلى النيابة تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم عن طريق سفارتهم والخارجية المصرية. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب يا